نعم، هذا الكلام غير صحيح وغير وارد، وإن وجد على أرض الساحة، لكن إحنا دا نتحدث بلغة قانونية، بلغة اليوم المخاطبات. حتى السيد مقتدى الصدر من طلب بطريقة دبلوماسية، وما طلبها بهذه الطريقة، طريقة المشاكل أو غيرها، طلبها بطريقة أنه خلاص أنه إحنا ننهي عمل البعثة الدبلوماسية. فأقصد هذا الموضوع عمل حكومة اليوم، مو عمل أنه يا أهل يجي تعال والله أنا أريدك. أنت من جانب لتستعمل كل المنتجات اللي تتبع على هذا البلد، ومن جانب ثاني تجي تعترض على موضوع معين. هو مو معترض على موضوع معين، لكنه هو اليوم خلينا نسميها تضارب المصالح، خلينا نسميها اليوم انه اني اجي اريد اذيك بمصالحك مثل ما انت تاذيني بمصالحي. لكن هنا المصالح اليوم هذا الموضوع انتهى بعد. والله اني اجي احارب شركه امريكيه او احارب شركه ما ادري منو. مو احنا هنا هذه اليوم الشركات، يعني الدول تحمي رعاياها اوكي، لكن هذا الموضوع بزنس، اليوم مال، اليوم راس مال. هذا اكو شركات واكو اشخاص واكو ناس معين انت تاذيهم هم هذول بالذات يعني، وبالنتيجه ترجع على الحكومه العراقيه تدفع كل الاضرار عن هذا الموضوع. يعني اليوم احنا نلاحظ اقعدنا اكو دعاوى تقام على الحكومه العراقيه من شركات كانت تعمل قبل 2003، الان تجي تطالب باموالها من الحكومه العراقيه ودا تاخذ قرارات ودا تنفذها ودا تكتسب قرار ومبالغ بملايين الدولارات. اقصد هذا الموضوع لا يمكن ان يكون. اليوم الاطار انت تتحدثين عنه، الاطار ما هو اليوم مع رئيس الحكومه؟ اذا رئيس الحكومه من جانب يعمل على تشجيع الاستثمار، تشجيع الشركات حتى تعالوا يا شركات تعمل هنا، من جانب ثاني انا والله اجي اطرد هذه المصالح، هنا راح يكون اكو تعارض يعني بالموضوع. لا يمكن ان تقاد بهذه الطريقه بهذه السياسه. انت اليوم ما حاب تتعامل مع هذه الدوله او مع هذه الشركه، يا اخي لا تنطيها الترخيص. انت ليش هاي المشاكل ويوميه رايح كسر جامعه او مكسر بعدين بده يعمل بهاي الشركه منو؟ بده يعمل بها عراقيين، خلي جايبين لهم واحد اثنين ممكن من الخارج يمثلون الشركه، كون انه الشركه مثلا قابضه، الشركه هي الام وين مسجله؟ في اي بلد معين؟ لكن هذا الفرع او هذا المكتب او هذا المكان هذا ده يعملون به عراقيين وده يدفعون. بالمناسبه هذه الشركات من تجي تعمل تدفع ضرائب وتدفع ضمان وتدفع غيرها وتدفع اجور تسجيل، تدفع كل هذه الامور حتى يمكن تعمل بالعراق. اذا انا بدي ادخل ايرادات للعراق اولا، اثنين الايدي العامله من وين؟ الايدي العامله عراقيه، عراقيين. انتم من جانب تقولون بطاله واريد من الحكومه كذا وكذا وكذا وتبحث عن التعيين ولازم اجي انا اوفر لكم ميزانيه، ومن جانب ثاني تحاربها. يا اخي من البدايه لا تتقبلها، لا تتقبل هاي اليوم الشركه انت ما حابها لا تتقبلها. بعدين انت ما انت مشترك بالحكومه ايضا، هو من اليوم بده يطلع؟ مدى اطلع نعم. اني او فلان او فلان الشخص العادي اللي احنا ما نقدر نحمل الا شيء بسيط ويانا بنمشي بالسياره غيرها، لانه نخاف اليوم نقول اكو قوات امنيه واكو شرطه واكو جيش بالشارع يحاسبني يقول لي انت شلون شايل هذا الموضوع، او اذا كان سلاح معين، من اللي يشيلها؟ اليوم يشيلها اللي هو يقدر يمشي بالشارع. واحنا شفنا اليوم السيارات بارقامها، الاشخاص ما ملثمين كذا غيرها. اقصد هذا الموضوع اليوم معناها انه انت مشترك بالحكومه، سواء كنت سلطه معينه، سواء كنت جهاز معين، سواء كنت تابع الى، المهم انت ضمن اطار الحكومه. يا اخي ما انت بالحكومه، روح عارض سواء كنت في البرلمان، سواء كنت بالحكومه، سواء كنت غيرها، وامنع هذا الموضوع، صدر قرار امنع، قول انه انا امنع الشركات الامريكيه، والله كل احنا نجي نصفق لك ونقول لك نكون معاك، وانت تتحاربهم في مصالحهم مثل ما هم يحاربوك في مصالح. لكن نعم. هذه الطريقه ترهيب الناس وغيرها ما يمكن انه تمشي بهذه الطريقه. نعم. وهنا عفوا سيد علاء دعني اعيد هذا